هكذا يجتاز أطفال وكبار مديرية الحوك طريقهم عند الخروج من البيت أو العودة إليه. نكبة بيئية تعاني منها شوارع وأزقة المديرية الواقعة وسط مدينة الحديدة غرب البلاد. طفح مياه الصرف الصحي بصورة لافتة يهدد حياة السكان بالأمراض والأوبئة، حيث توسعت مشكلة انسدادات شبكة الصرف الصحي خلال الأسابيع الماضية لتشمل المجاري على السطح في معظم أحياء المديرية وأطراف المديريات الأخرى، خصوصا الشوارع الرئيسية. لم يجد السكان طريقة للتخلص من هذه المشكلة سوى تحميل السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة المسؤولية عنها، لكنها لم تقم بأي دور وظلت مجرد متفرج، ما اضطر عددا من السكان في حارة الحوك العليا النزوح من منازلهم جراء انفجار المجاري. أنا من المجاري وقمائم، لا مياه، لا صرف صحي، لا نظافة، ولا يعزلون. نامس لا داخل البيت، والمجاري ما نقدرش حتى نخرج من البيوت. منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة تدهور أداء معظم المؤسسات الخدمية، ومنها مؤسسة الصرف الصحي بعد تعيين الحوثيين مديرا لها، متهما بالمتاجرة بمخصصات المشتقات النفطية الخاصة بعربات الصرف الصحي ومضخات التصريف، ما تسبب بطفح واسع للمجاري بالمديرية وبعض المديريات الأخرى، مهددا حياة السكان بالأمراض والأوبئة.